مشاكل في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج تواصل. حلقه النهارده هتكون حلقه من ضمن الحلقات المتميزه والمميزه في موضوعها، لانه موضوع اعتقد انه مع بدايه سنه جديده بيشغل بال الكثيرين، بعض الاحتياجات والافكار والاحلام والطموحات اللي هم محتاجين يحققوها في بدايه هذه السنه. طيب عشان نحقق ده محتاجين ان احنا نعرف اكتر عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، وبالأخص طاقة المكان اللي احنا بنعيش فيه وبنقضي فيه وقت طويل، سواء كان بيتنا أو مكتبنا أو الناس اللي بنقعد معاهم، لأنه أعتقد أنه ده بيضيف للإنسان شعور بالراحة وإحساس بالأمان، وبالتالي بيكون أكثر إنتاجية وبيكون حياته تكون أفضل. النهاردة هنتكلم عن طاقة المكان. في كتير من الأحيان تخش بيت كده تحس أن أنت مرتاح وأنت داخل، واحيانا تخش بيت كده تحس ان انت مش مرتاح، مش مبسوط، تحس ان عتبته مش حلوه يعني. النهارده هنتكلم ازاي عتبه المكان اللي انت تبقى فيه تكون حلوه، ولو انت موجود في مكان ازاي تغير الطاقه اللي فيه ومسارات الطاقه اللي فيه من شيء سلبي الى شيء ايجابي. خلونا نرحب بضيفتنا المنوره النهارده، الباحثه في علوم الطاقه مروه الكاملي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. منوره. النهارده نتكلم عن طاقه المكان، وزي ما احنا عارفين كده بالبلدي كده احيانا تخش مكان تحس ان طاقته حلوه، تحس ان المكان ده مبسوط وانت داخله وعايز تقعد فيه كتير، واحيانا تخش مكان تبقاش طايق القعده فيه. في البدايه كده قبل ما نخش في الموضوع على طول، ايه هي الطاقه او ايه طاقه المكان؟ الطاقه عباره عن ذبذبات، والذبذبات بتكون اوقات محسوسه واوقات بتكون مرئيه، زي ذبذبات الكهرباء، هي مش مرئيه ولكن بتشغل لنا حاجات بنشوفها. الطاقة الإيجابية ليها ذبذبات، والطاقة السلبية برضو ليها ذبذبات، زي ما انت قلت دلوقتي ان في مكان ممكن تدخله وتلاقي عتبته كده، تحس ان انت مرتاح ومش مرتاح فيه، وفي مكان تخش تلاقي نفسك مرتاح فيه. ده تعريف الطاقة من وجهة نظري باختصار يعني. باختصار. طيب انا النهاردة باختصار شديد، انا النهاردة ممكن اكون واحد مكتئب ولا كئيب ولا متضايق ولا زهقان ولا اي حاجة، هل طاقتي انا اللي بتأثر على المكان؟ يعني مود انا بيأثر على المكان اللي انا داخله؟ ايوه. ولا المكان هو اللي بيأثر على طاقتي؟ وقولي لي كده مسارات الطاقه بتتحرك انا ازاي؟ تمام. انت لو طاقتك سيئه ودخلت بيت وقعدت على مكان، حتى لو قعدت على كرسي او قعدت على اي مكان، هتلاقي ان المكان خد من طاقتك. لو لبست لبس خد من طاقتك، لو قعدت في مكان وانت ساي مثلا، لو رحت عزا طلعت من العزا ما تروحش البيت، انت خدت طاقة الحزن اللي كنت في العزا والبكا والعياط والصراخ، والمفروض ان انت مروح بيها البيت. لا، احنا نطلع الاول نفرغ الطاقة دي عبر الهواء، بقى عبر امشي على الارض على الرملة مثلا، افرغ الطاقة شوية او اروح اي مكان اجدد بس طاقتي فيه وارجع تاني. طاقة الانسان هي اللي بتأثر على المكان. طب لو المكان بقى طاقته مش حلو ننظفه. قبل ما اخش على ازاي ننظف طاقه المكان، وانه احيانا المود الانسان، عشان كده ممكن حد يجي لك البيت فمجرد ما بيقعد شويه عندك تحس ان انت ممكن تحس ان انت مش مبسوط او مش مرتاح من قعدته، فبالبلدي كده تبقى عايز ناس تيجي تقعد معاك، وفي بعض الاحيان تبقى في ناس مش محتاج ان هم يقعدوا معاك. تفتكر ده السبب؟ ممكن يبقى الشخص جاي لك بطاقه سلبيه فيخليك مش تبقاش مبسوط من قعدته؟ بص دكتور، هو الطاقه السلبيه في الانسان، هو كانسان يعني، اللي هي بيسموها الطاقه الحيويه، بيكون سببها القلوب. قلبك اسود، شيال، حاقد، حاسد، ده كله بيطلع على طاقتك. تيجي انت مثلا انسان بتنظف نفسك على طول وطاقتك حلوة، وراجل لا حاسد ولا حاقد ولا شيء، بس قعدت مع حد تاني يعني انت نظيف وهو يعني مش متزبط، هنا بقى يحصل التنافر، تقول لا مش قادر، مش طايق، ومش غصب عني، مش عارف في ايه. ده بسبب ان هو طاقته غير خالص، طاقته ملوثه، فمش عارفين حتى تكونوا صحاب، مش عارفين حتى تقعدوا مع بعض شويه. ده بالنسبه للطاقه الحيويه، سببها مرض القلوب. يعني عشان كده احيانا نشوف ناس كده تقول له انت وشك منور. هل فكره ان وشك منور او ملامحك حلوه او ابتسامتك تحس انها فيها قبول للناس، هل ده ممكن يبقى من طاقه البني ادم، من الطاقه الحلوه اللي جواه؟ ايوه طبعا، دايما اللي في القلوب بيطلع على الوش. صح كده. انا لما اكون متسامحه دايما وعندي تسامح مع الاخرين، حتى لو اتاذيت، كلنا اتاذينا، وفي ناس انا اتكلمت معاهم وقالوا لي مش قادرين نسامح، وفي ناس تقول لا مش هقدر وغصب عني ومفيش ومش هينفع. طيب. التسامح اكتر شيء يخلي نتكلم عن طاقه التسامح. بس خلينا ناخد اتصال تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك.
اولا انا بحييك جدا وبحييكم على موضوع الحلقه ده، يعني يمكن موضوع شيق جدا احنا بنعاني منه من المجتمع المصري والمجتمع العربي كله. انا بشكرك جدا يا فندم. انا شاكر جدا ليك مع حضرتك. بس انا سؤالي كنت بتكلم على الطاقه السلبيه. انا النهارده لما ابقى عندي، عايز بس روشته صغيره من حضراتكم كده، روشته على الهواء، انا لما ابقى عندي طاقه سلبيه مثلا ومش قادر افرغها، مثلا لو انا راجل مسني مثلا في السن مش قادر اعمل رياضه، يعني بيقولوا ان الرياضه على طول بتقضي على الطاقات السلبيه وبتطلع هرمون اسمه هرمون السعاده. انا النهارده لو راجل مسن وعندي طاقه سلبيه من مشاحنات وضغوطات الحياه عليا والمشاكل الاسريه اللي بتحصل، انا عايز بس روشته من حضرتك على الهواء تديني ازاي اقدر اخرج الطاقه السلبيه دي عن طريق وانا قاعد، عن طريق في البيت وانا قاعد، بما ان انا ما بعرفش ازاي تغير مودك من سلبي لايجابي او مشاعرك السلبيه لمشاعر ايجابيه. مظبوط كده بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم، بالظبط. وصل استفسارك يا استاذ محمد، وانا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. في اي استفسار تاني؟ شكرا يا استاذ محمد. طيب خلينا نجاوب على الجزئيه دي وبعدين نرجع تاني لموضوعنا. استاذ محمد بيقول ان هو من كتر ضغوطات الحياه والمشاكل والظروف والضغط النفسي احيانا بيبقى عنده سنه مش قادر ان هو يتعامل، حتى لو مش مسنه، بيقول لو فرضا، بس هو شكله مش مسن يعني، لو فرضا يعني حالته مثلا او مش قادر يتحرك بشكل مستمر ان هو يفرغ او يلعب رياضه يعني، ممكن ايه الوسيله او ايه الحاجه اللي ممكن يحول طاقته السلبيه دي لطاقه ايجابيه ويستمتع بالحياه؟ حلو قوي. لو هو قاعد زي ما هو كده، شفت زمان كده كانوا بيجيبوا ميه وملح خشن، بس اهم شيء الملح الخشن مش الملح اللي هو ملح الطعام. ملح البحر عشان ملح الطعام على ما بيجيبوه لنا بيكون ضايفين عليه حاجات وشايلين منه حاجات، فملح البحري دايما بيكون طاقته احلى كتير. عشان كده يعني لما نروح اسكندريه ونروح الاماكن دي، مجرد ما تشوف البحر كده تحس بطاقه رهيبه بتدخل حتى الرمل ليه طاقه. بس خلينا بعدين نتكلم. الملح دايما لو هو طاقته مش قادر يتحرك زي ما بيقول او يعمل، يحط في رجله شويه ميه وملح، ميه وملح ينقع رجله فيهم ومعاهم زي السيد. شويه زي السيد زمان، زي السيد زمان. هو كل ست المفروض تعمل لراجلها كده على فكره. هو راجع من الشغل هتخليه هادي، ده لو عايزاه يهدى وعايزاه يقعد في البيت كده هادي. مش اول ما تخش تديله مشاكل وحاجات وطاقه لا. سلبيه وبتاع، لا. تاخد رجله تحطها في ميه ملح فتسحب، او تديله الميه وملح ويخش يستحمى بيها مثلا. وفي ستات كتيره هيتخانقوا معايا بسبب الموضوع ده، بسبب الموضوع ده. فدي حاجه ابسط حاجه واسهل حاجه ان هو ممكن تحول، هيشيل اي طاقه سلبيه من عليه، ده المؤقت يعني. فعلا موضوع الميه والملح ده سحر. ايوه دي حقيقه، وانا مجرباها. انا كل الدرس جربته انا قبل ما اطلع مع حضرتك، انا دارسه الحاجات دي ومجرباها، وفي ناس على وعي بالكلام اللي انا بقوله، هم عارفيني. انا حياتي اتغيرت كتير قوي، مش هقول 180 درجه وكده، حياتي اتبدلت بعد ما طبقت حاجات مهمه جدا في علوم الطاقه الكامله، مش الفنج شويه بس، طاقه المكان، حتى الطاقه الحيويه للانسان. لما طبقتها والله العظيم ان فعلا حياتي اتغيرت للافضل كتير. فان شاء الله نغير حياتنا للاحسن. عندك الميه وملح، ويحط معاهم شويه جلزبين وشويه جنزبيل وميه ورد، وميه ورد في الميه، هتسحب له كل الطاقه السلبيه، حتى هيلاقي لون الميه متغير، يا مصفر يا رمادي يا غامقه، يعرف ان دي طاقه سلبيه بتطلع. مش قادر يستحمى، شويه ميه وملح وخلاص. يسبح الله بقى، يقرا قران، الحاجات دي برضو بتنظف، بتغير الطاقه شويه، والهدوء وكل شيء كويس. كل ده بينظف الطاقه. واحنا بنتكلم عن طاقه المكان، اول حاجه البني ادم بيعملها هو داخل، هو بيخش من باب البيت. لو جيتي بقى خدتيني في رحله جوه البيت، من اول الباب للريسبشن او الصاله، للمطبخ، الحمام، لا ده اوضه النوم كتير. يعني فسحيني في طاقة المكان من بداية ما ادخله إلى أن أنتهي. في حلو جدا سؤالك. حلو سؤالك، لأن أنت بديت معايا من باب البيت. باب البيت أهم حاجة، لأنه ده مدخل الرزق، مدخل رزق بيتي من الآخر، مدخل رزق دكاني، رزق مكتبي. كويس. المدخل الرزق بيكون من على باب الشقة. كويس. حلو كده. مدخل الرزق لازم يكون نظيف، مدخل الرزق لازم يكون عليه زرعتين. نتكلم بقى عن الزرعتين ومدخل البيت، بس خلينا ناخد اتصال تليفوني. ام احمد اهلا بيكي. يا ام احمد اهلا بيكي. يا ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت حضرتك، انا ناقله شقه جديد بس مش مرتاحه، كل شويه اقعد اعيط كده وعاوز امشي منها. فاول ما نقلت الشقه دي وكنت عايز اعرف اعمل ايه في النمل، النمل اللي هو الاصفر الصغير كتير جدا، بيطلع مفتاح الكهرباء يبقى في صدر الوش كده، يعني منتشر بقى على الجدران. فمش عارفه هل دي له علاقه، النمل ده له علاقه بحاجه الطاقه السلبيه؟ عايز تعرفي النمل والمشاكل البيت وعدم راحتك ليه علاقه بالطاقه السلبيه ولا لا؟
تمام. في استفسار تاني يا ام احمد؟ قصر يعني. لا شكرا، شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا ام احمد، شكرا جزيلا لاتصالك. طيب نجاوب على ام احمد. ام احمد بتقول نقله بيت جديد، واضح ان عتبه البيت الجديد مش مريحاها ومش بسطاها ومش بتسعدها. هل النمل ليه علاقه بالطاقه السلبيه في المكان او في الاشخاص؟ لا ما افتكرش ان النمل ليه مشكله، لا. هي الحشرات كلها ملهاش لازمه، بس لو في بخور بيتعمل في البيت مثلا او في مسح، حتى البيت بتمسح بميه وملح كويس، لو في مسح للبيت ونظافه باستمرار وحتى الجو انا تركزي نظافه البيت بميه بملح وبخور، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي قبل ما تسكن المفروض تسال الناس اللي كانوا قبلي كانوا ايه، في ميت حصل هنا سوري يعني قتل، في حد كان بيتخانق على طول نائر ونير مثلا في البيت ده، مشاكل، في مشاكل كانت حاصله، في شيء كان حاصل، عشان نكون عمليين اكتر. خلاص هي نقلت، خلاص نقلت وقعدت حلو قوي وعايزه تنبسط، تمام، تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتمسح بميه وملح خشن. ام احمد اكيد عارفه يعني ايه الملح خشن، كويس، حلو كده، هو ملح البحر، ملح البحر، البحر اسمه ملح رشيد عند العطار يعني بيتباع، تمام كده. هتجيب شويه ميه وملح وتدوبهم عادي وتمسح بيهم، دي اول حاجه. كويس. تاني حاجه هتبخر البيت لحد قبل الساعه 5، ما تبخرش بالليل. وهي بتبخر تبخر والشبابيك مفتوحه، تبخر والشبابيك مفتوحه، مش وهي الشبابيك مقفوله عشان تاخد الطاقات السلبيه وتخرج بيها. كويس، تمام كده. هتشغل سوره البقره، كويس، سوره الواقعه، سوره اي سوره جميله، الرحمن، ياسين، اي شيء هي بتحبه تشغله في البيت، بس ايه باستمرار كده، وان شاء الله يا رب يتغير حال البيت وعتبته وترتاح نفسيا. لو في امكانياتها بقى تجيب زرع، الزرع ده اللي احنا بقى نتكلم عليه دلوقتي. الزرع جميل. فمحمد تسمعنا من بدايه دخله البيت ايوه لنهايه البيت، ايه اللي بيحصل؟ بيغير، ممكن تبقى في ترتيبه غلط، صحيح، حاجه الوان مش حلوه بالظبط، دهان مش حلو، لون مضايقها، حاجات زي كده، صحيح. فخديني بقى من بدايه البيت، وقلنا الزرع حلو، مدخل الرزق، مدخل الباب الشقه او باب الفيلا حسب بيتك، لازم يكون نظيف مبدئيا كده، احنا متفقين على النظافه. بعد النظافه على طول بيجي الاضاءه، ايوه، ما يكونش المكان ضلمه، يكون المكان منور، ايوه، ويكون عليه زرع، زرع، الزرع طاقة حية بتسبح الله. طب الزرع، زرع حي ولا زرع حي اللي هو البلاستيك؟ لا لا، زرع حي، زرع حي، زرع حي أفضل، ويكون الورق بتاعه عريض شوية، علشان كل ما الورق بيكون عريض كل ما بيكون في طاقة المكان بيكون أفيد وأحسن كتير. كويس. حلو للرزق يعني، تمام كده. فدي دخلت باب الشقة، النور والنظافة والزرع، أو دخلت أي بيت. طب اللون بقى، انا بشوف ناس حاطه احمر واخضر واسود ومش عارف ايه والحاجات كتير. دي كتير، وحمامات باللون الليبيتي اللون بقى يفضل بالوان ولا يكون لون فاتح ابيض؟ اي لون، اي مكان. البيت كله ولا قصدك على ايه؟ المدخل بتاع البيت. ما هو مدخل البيت يعني ايه مدخل؟ قصدك باب الشقه؟ باب الشقه، باب الشقه باي لون ما فيش مشكله، وحسب الاتجاه، بس ما يفضلش الالوان اللي هي ما ينفعش احط باب اسود، من الافضل لا يعني. طيب. البني ماشي، الخشب، اللون الخشب الابيض، من الافضل يعني، ما فيش مشكله. كويس. يعني ده بالنسبه لدخله باب البيت. اول بقى ما ندخل الطرقه دي بتاعه باب البيت، دي اللي فيها المشكله برضو. اول ما ندخل احنا كعاده في مصر بنلاقي الجزامه على اليمين او على الشمال من مدخل. في جزامه لازم عشان تقلع هنا وتسلم هنا وانت خارج. طيب الجزامه ممنوعه، يا اما في جزامه ومحطوطه وما فيش مشكله نقفلها. طيب بالنسبه ما ينفعش تبقى مفتوحه؟ لا ما ينفعش تبقى مفتوحه عشان ما تخرجليش ريحه الطاقه السلبيه واحنا دايسين على ايه في الارض؟ احنا دايسين على طاقات سلبيه في الارض، فانا مش عايزه ادخل بيها على باب البيت عندي. حلو كده. طيب الجزم تتنضف. طيب قبل ما نخلص الجزم خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذه مي اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. الو، اهلا بيكي يا مي، اتفضلي. انا معانا على الهواء يا استاذه مي، اتفضلي. بقول لك انا فرحانه بيك جدا انت. الو، ايوه اتفضلي. بقول لك انا فرحانه بيك قوي، انت مذيع زي العسل. شكرا جدا ليكي يا استاذه مي. عندك اي استفسار يا استاذه مي؟ انا عايشه في كامباوي وعندي زرع كتير، ده هل كويس؟ الزرع حطاه فين طيب؟ في جنينه عند الحمام السباحه كده. شكرا جدا ليكي يا استاذه مي. نكمل يا اتفضلي. تمام. احنا وصلنا في الريسبشن، وصلنا لمدخل البيت، وقلنا الجزم ما ينفعش تبقى منوره قدام باب الشقه، تمام. هتتنضف كده وهتتحط فين؟ الجزام، اوكي. بعد كده بقى بندخل على ايه؟ على الالوان.
اهم شيء في البيت الالوان، الوان الحيطان. الشباب اللي بيتجوزوا، الراجل اللي بيشطب بيته من اول وجديد، او اللي بينقل على المكان، او بيغير درجه اللون، ده لو عنده الالوان دي لازم يشيلها من البيت. انا قلبي وجعني من الالوان اللي كنت بدخل بيوت بشوفها، يعني ازاي عايشين كده؟ زي ايه مثلا الالوان اللي انت بتحس ان هي منتشره وفي نفس الوقت مؤذيه في البيت؟ مؤذيه جدا لو في الحمام. زي ايه بقى؟ اللون الاسود مثلا. اللون الاسود بيكون السيراميك لونه اسود، وبيكون لونه احمر اوقات، وبيكون لونه ازرق اوقات. الثلاثه دول هدر للمال، يعني هدر للمال، هدر للمال قولا واحدا. ليه بقى؟ كلام، لان هي طاقه مائيه. عنصر الماء لونه الازرق والاسود، فلما نحطهم مع طاقه السريان الميه في حمام، يعني معنى كده ان انت بتاخد الرزق بتطلعهولي انت كده، الرزق بيطير بيروح. كويس، فاهمني؟ كويس. ده بالنسبه للالوان. طب خلينا ناخد صوت تليفوني ونكمل موضوع الالوان ده. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. الو، ايوه اتفضلي يا فندم، تحت امرك. ايوه مع حضرتك اسراء. اهلا بيك يا استاذه اسراء، اتفضلي. انا بس عايزه اشكر استاذه مروه، لان هي فعلا بتتكلم في حاجات انا حقيقي عملتها في بيتي قبل ما اتجوز. زي ايه بقى؟ احكي لنا قصتك مع البيت. يعني انا مثلا في، انا عروسه من 6 شهور، تمام؟ وانا بظبط بيتي دورت على اكتر الوان فاتحه اخليها في البيت، تمام، عشان تجيب لي الطاقه اللي كلها بوزيتيف انرجي، وتظبط لي طاقتي وتظبط طاقه جوزي، تمام. كل ده فرق معايا جدا. ده بقى خدتي عن علم ولا يعني؟ يعني ده يعني برضو شبه قريت كتير على الطاقة السلبية، وكنت بعمل زي ما أستاذة مروة بتقول، كنت باخد شاور بالملح وبحط رجلي في مية بملح، في الملح الصخري. كل الكلام ده فعلا حلو جدا، بينظف الطاقة، كمان بيخلي طاقتك أحسن، بيخليك مرتاح نفسيا أكتر. جميل قوي يا استاذه اسراء اللي انت طبقتيه واللي انت اتعلمتيه، وجميل ان انت كمان بتنقلي تجربتك او خبرتك للناس يستفيدوا منها. طيب في اي استفسار ليكي يا استاذه اسراء؟ لا ميرسي جدا، حابه بس اشكركم على البرنامج الحلو ده، وان شاء الله يكون حاجه جميله والناس كلها تتعلم، والناس كلها تعرف يعني ايه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، ويبقى الناس عندها درايه شويه. شكرا ليكي يا استاذه اسراء، شاكر جدا لاتصالك. طيب احنا كنا بنتكلم عن الالوان، واول ما اتكلمنا عن الاستاذه اسراء قالت لك انا الوان اخترت. أيوة. الوان فاتحه والوان حلوه غيرت من الطاقه. دكاتره كتير في علم الفنج شويه يتكلموا في الكلام ده، والحمد لله ابتدى الوعي عند الناس، يعني الحمد لله الناس ابتدت تفهم، والناس بدات تطبق لما شافوا فعلا النتائج. انا واحده من الناس شفت النتائج. كويس. كنت عامله مطبخ قبل ما ادرس اصلا الفنج شويه. كويس. مكلف. أيوة. والله بسبب اللون انا شلته وحطيت غيره بسبب اللون، وفعلا كان بيحصل لي شياط. يعني انا كنت عامله لون نبيتي في الاوف وايت مثلا، تمام، وفي ناس على درايه وعلم بالكلام اللي بقوله. وكلفته. ايوه. وبعد كده شلته علشان كان بيحصل لي شياط، وكان بيحصل يعني لي خنقه. وانا هخش معاكي على المطبخ وهجوع، بس قبل ما تدخليني على المطبخ خديني في الالوان اللي المفترض اختارها، سواء في الدهان بتاع الحيطه او في لون الفرش. ده في المطبخ حسب لا الاتجاهات. في الريسبشن كده، احنا لسه في الريسبشن وفي الصاله بتاعتنا. تمام. الجميله هنحط الوان ايه؟ هنختار الوان ايه؟ وبعدين نخش على المطبخ. حلو قوي. في حاجه اسمها الرقم الطاقي لكل انسان، من الافضل يعني ان كل انسان يبقى عارف رقمه الطاقي ايه هو. رقم الطاقي ده انا بطلع منه اللون المناسب ليك، ده في لبسه ولا في بيته؟ في كل شيء. كويس. في المحفظه بتاعت الستات مثلا او الرجال، اقدر اطلع لك لون المحفظه المناسب ليك، الداعم ليك ايه، اللون. كويس. الداعم ليك ايه. لو انت عندك محل مثلا، اليافطه بتاعتك لونها تحطها ايه؟ ايه اللون اللي الداعم ليك، مناسب ليك، اللي يدعمك فرزق المكان يبقى حسب الكوا نمبر بتاعك، حسب الكود نمبر بتاعك. حلو كده. ده بيحدد حاجات كده، بيحدد قعدتي، بيحدد القعده بتاعتي. لو انا قاعده قدام الجنوب الشرقي غير لما اكون قاعده قصاد الغرب مثلا، وانا مش عارفه اصلا وانا قاعده قصاد الغرب ايه اللي بيجي لي طاقه سلبيه زي الزفت، لان دي سوري انا اسفه في الكلام، لان دي اصلا قاعده مش بتاعتي، اتجاه غلط. طيب ايه الاتجاه المناسب؟ الاتجاه المناسب لكل من 1 لـ 9، اي واحد صاحب اي رقم، واحد طب خليني هنا اقطعك في حته. انا دلوقتي زوج وزوجه، الاثنين اكيد تاريخ ميلادهم او رقم الطاقي بتاعهم غالبا هيبقى مختلف. صح كده؟ هم بيختاروا ازاي يعملوا
الماتشنج ده في الرقم الطاقي بتاعهم عشان طاقه المكان بتاعهم تبقى كويسه؟ هم اولا لو في لو الارقام بتاعتهم اكيد هتكون قريبه من بعضهم كويس. لان ربنا سبحان الله نزل ما بين الرجل والمراه كده يعني ألفة ومحبه. المهم يعني الرقم الطاقي لو هو عكس او غير خالص الاتجاه بتاعها هي بتظبط له الاتجاه بتاعه. زي مثلا بتحط المكتب بتاعه مثلا في الاتجاه بتاعه. المكتب بتاعه مثلا جنوب الشرقي مثلا تحطه له في الجنوب الشرقي وهو قاعد بيخلص شغله هيديله راحه. حتى اولادك كويس وهم بيذاكروا. هنتكلم اكتر عن الرقم الطاقي بس خلينا نوصل تليفون استاذ عباس ونرجع نكمل. طيب. استاذ عباس اهلا بيك. استاذ عباس السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل لو سمحت يا فندم عند استفساره الدكتوره محتاج. اتفضل دكتور لو سمحتي كنت عايز بس استفسر عن بالنسبه للطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. عايز اعرف الفرق بين الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، وعايز كمان حضرتك تديني فكره مختصره عن اني ابدا حياه زوجيه جديده بدون طاقه سلبيه. يعني انا شخص عصبي جدا، شخص عندي مشاكل ومتاعب، وشخص يعني عندي سلبيات كتير جدا. بس معلش ما هستاذنك ما تقاطعنيش بس لو سمحت. لا ما فيش مشكله اتفضل. فهستاذنك بس لو سمحتي، عندي طاقه داخل على حياه زوجيه، وانا جدا عصبي مع اهلي جامد جدا جدا جدا، وعايز يعني مش عايز اخش افشكل حياتي الزوجيه بشكل مختلف تماما، عايز يبقى فيها حياه فيها طمانينه. فازاي تنصحيني ان اقدر يعني يبقى عندي بدل الطاقه السلبيه تبقى لي طاقه ايجابيه وتخلي حياتي كلها سعيده؟ انا عارف ان الحياه كلها من متاعب الحياه، ما يبقاش فيها حاجه سعيده وحاجه سلبيه، يعني لازم يبقى بين البنين. بس قولي لي عشان اهدى شويه عشان الموضوع ده اوفر قوي معايا. حضرتك عريس جديد؟ نعم يا فندم. انت حضرتك متزوج جديد يعني عريس جديد؟ يا فندم. يا فندم. متجوز ولا لسه هيتجوز؟ ايوه يا فندم داخل على الجواز يا فندم. داخل على الجواز. لسه داخل على الجواز. ماشي يا استاذ عباس، الاستاذ مروه هتجاوب عليك واسمعنا من خلال التلفزيون. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. اتمنى لك طبعا حياه زوجيه سعيده ما دام بتسعى ان حياتك تكون افضل. نجاوبه ونرجع نكمل في الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها. هو عايز يعرف ايه الفرق ما بين الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، وعايز يعرف ان هو عنده حاله يعني عصبي شويه فعاوز يتخلص من العصبيه عشان يستمتع بحياته الزوجيه الجديده، وفكره ان هو بنفسه في ده، فده اعتقد ده شيء في طاقه ايجابيه اصلا. حلو جدا اصلا ان هو اتصل على برنامج بالصدفه، دخل بالصدفه او بيتفرج وهو عايز يسال، يعني عايز يتعلم. كويس. حلو جدا ان هو عايز يتعلم. هي العصبيه عند كل الناس بس احنا اللي بنتحكم فيها. ده بالنسبه لعصبيه الاستاذ. طيب خلينا في الاول كده ناخد الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه والفرق ما بينهم، وازاي يعرف ان هو حالته سلبيه دلوقتي او طاقته سلبيه، وازاي ينظفها ويقدر يفرق كمان بين الوقت اللي يكون فيه طاقه ايجابيه. ما هي الطاقه السلبيه بتكون معروفه، تكسير في الجسم، صداع، ارق، تعبان، مش قادر. هننضفها ازاي؟ احنا قلنا في اول الحلقه هيجي يحط رجله في ميه وملح، قدر يتوضى، قدر ياخد شاور او ما يصحى قبل ما ينام يكسر من شرب الماء. ضروري لازم يشرب على الاقل 3 لتر ميه في اليوم على قد ما يقدر يشرب. حلو كده. ده بالنسبه لو عايز يظبط نفسه. لو داخل على هو لسه هيتجوز، لسه هو عريس جديد. طيب ضروري الحاجات اللي بتهدي الانسان وبتخليه حتى يقعد في البيت الالوان الهاديه. كويس. اللي احنا كنا بنتكلم فيه الالوان الجميله. كويس. الهاديه. انت عمرك دخلت اوتيل لقيته فيه بالبربل مثلا ولا بالازرق؟ لا. ولا باي لون تاني؟ عشان كده احيانا بتفصل فتروح تقعد في اوتيل او في فندق فترتاح وتستمتع شويه، مع ان بيتك ممكن يكون عفشه اغلى من الاوتيل. الاوتيل يا دوبك حته سرير خشبي عادي جدا، تسريحه خشبيه عاديه جدا. صح كده. انا مش شايفه في حاجه زياده عن بيتي، بس كل الموضوع ان انا عينيا بترتاح على الالوان الهاديه، الالوان الاوف وايت والابيض. كل الاوتيلات بنفس اللونين دول، كريمي، ابيض، اوف وايت. الفرش نفس الكلام او خشبي. الاساس مثلا دي الشيء المريح للانسان بيحب يقعد كده. الحاجه الاهم الناس كلها بيحطوا نجف وبيكلفوا نجف. والنجف لا، الاضاءه دايما المتسلطه من فوق تتعب الراس والعين. حتى برضو في الاوتيل هتلاقي الاضاءه من الجناب، مش هتلاقيها متسلطه من فوق. يبقى اول حاجه الالوان الهاديه. يا استاذ عباس او اسمه ايه؟ استاذ عباس. عباس يعني يا ريت يختار الوان هاديه في البيت، فدي هتغير من طاقته السلبيه وطاقه ايجابيه، فيكون اهدى في البيت وحتى جداً في التعامل مع الاسره. ودايما يستحمى بميه وملح.
دايما يتوضى لما يلاقي نفسه عصب، يشرب ميه زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام. كويس، طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذه علياء اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. اهلا بيكي يا استاذه علياء، اتفضلي. الو، استاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. ايوه انا سامعاك. اتفضلي اتفضلي معاكي، اتفضلي. طيب لو سمحت انا اعرف الرقم اللي هي قالت عليه ده ازاي؟ الرقم الطاقي. اه اعرفه ازاي؟ طيب ممكن تقولي لنا تاريخ ميلادك كده؟ انا 1/5. 1/5 سنه. والسنه كام؟ سنه كام؟ 1998. تمام، اسمعيني بقى، في اي استفسار تاني يا استاذ علياء؟ كمان عايز اعرف 26 8 96. 96 تمام، استفسار تاني؟ اي استفسار تاني نجاوبك عليه؟ لا شكرا. شكرا ليك يا استاذ علياء. طيب احنا عندنا تاريخين ميلاد دلوقتي، عايزين نعرف الرقم الطاقي ليهم، 1/5/1998 و26/8/1996. يا ترى ايه رقم الطاقي ليهم، وايه اكتر الالوان المناسبه والحاجات اللي ممكن تساعدهم في حياتهم؟ حلو قوي. اول 1/5/1998. شفت رقم 98 اللي في السنه نفسها؟ بنجمعهم على بعض. يعني نجمع اي 1/5 و98؟ 98 بس. 98 سنة 98؟ نجمع 8 زائد 9. 8 زائد 17 9 مظبوط، يطلعوا 17. ادانا رقم زوجي، هنفضل برضو نجمعه لحد ما يدينا رقم فردي. نجمعه على ايه؟ تاني يعني، هو اداك كام؟ 17، نجمع 7 و1. 7 زائد 1 هيدينا 7 و1 ماشي، يساوي 8. هطلع لها الرقم، رقمها هي عنصرها الارض. الارض. كويس. الالوان المناسبه ليها الاصفر، الاصفر، البيج، البني، والبيج والبني. سواء على المحفظه بتاعتها مثلا. كويس. الشنطه اللي هي لابساها. اللبس لو رايحه مثلا مقابله. ايوه. وعايزاها تتم. كويس. تلبس الالوان دي هتظبط. الالوان الخاصه الاخضر ولا الاصفر؟ الاصفر والبيج والبني. الاصفر والبيج والبني. طب في الوان ثانيه مناسبه ليها ولا دي اكتر الالوان المناسبه؟ لا دي اكتر الالوان المناسبه ليها بس. طب ايه الالوان اللي طب ايه الالوان اللي تضايقها او تخليها مش مبسوطه او تاخد منطقتها؟ اللي هي الالوان الناريه زي الاحمر مثلا. ما تلبسش احمر كتير، ما تلبسش ازرق كتير. الاحمر والازرق من الالوان مش مناسبه ليها؟ لا مش مناسبه. طيب يبقى احنا يا استاذه علياء انت الالوان المناسبه بالنسبه لك الاصفر والبيج والبني. طب ناخد الرقم الثاني، 6 زائد 9 يطلعوا كام؟ 15. و5 و1 هي بنت الثانيه ولا ولد؟ ما اعرفش الثاني بس غالبا ولد، غالبا ولد. 5 و1 6، الستة ده ايه؟ ما هو الولد حساب، الحساب بتاعه شيء والأنثى. طيب حسابها كويس. طب الولد هنحسبه ازاي؟ يعني الولد مثلا احنا هننقص، لو الرقم في الاخر طلع كام؟ 6. هو احنا 6 زائد 9 طلع 15. هنحسبهم تاني لحد ما يطلع 5 و1 6. 5 و1 6. طيب هننقص منهم 10، يعني 10 ناقص 6 هيدينا 4. 10 ناقص 6 هيدينا 4. ادي رقم الطاقي بتاعه. انت أيه. عندك كده العنصر بتاعه خشبي واللون برضو بتاعه الاصفر والبيج والالوان الترابيه. نفسه. نفس يعني الكلام. نفس نفس درجات الالوان. نعم. طيب تقريبا معانا اتصال تليفوني. ام اسلام اهلا بيك يا ام اسلام. لو سمحت عايز اعرف 16/11/71. 16/11 كام؟ 16/71. 1971. ايوه. طيب ده ولد ولا بنت؟ لا انا. انت؟ تمام. اي استفسار تاني يا ام اسلام؟ لا شكرا. انا بقيت شاطر على فكره. عايز رقم الطاقي. رقم الطاقي 71. يبقى احنا 71 يبقى 1 زائد 7 هيدينا يساوي 8. وهنزود عليهم 5. زائد ليه هنزود عليهم 5؟ ده اشمعنى ده؟ كمل بس. ماشي 8 و5؟ 13. 13 يبقى 3 و1 ادينا 4. 3 و1 يدينا 4. عنصرها الخشب برضو، والالوان البيجات تمشي معاها جدا. الخشب يعني الالوان البيج يا ام اسلام، البيج والاصفر. والاصفر وايه تاني؟ والاوف وايت. والاوف وايت والبني. وايه كمان؟ تمام. دي كده كويسه. يعني تقريبا كل الناس العنصر بتاعها غالبا العنصر. لا لا مش كله حسب. يعني احنا دلوقتي جالنا خشب كتير. عنصرك مائي، عنصرك معدني، عنصرك ناري، عنصرك خشبي، عنصرك ترابي، اي عنصر انت. اعتقد الناس هتبقى مهتمه كتير قوي بان هي تعرف الرقم الطاقي بتاعها والالوان. انا هعمل معاك حلقه ان شاء الله. والالوان المناسبه ليها والحاجات اللي زي دي ان شاء الله. طيب احنا كنا بنتكلم عن الالوان المناسبه في البيت،
واتكلمنا عن الريسبشن اللي تكون فيه الوان فاتحه حلو قوي. واتكلمنا عن الاضاءه ما تكونش من يعني النجف. يعني البنات اللي اتصلوا دلوقتي وقلت لهم مثلا على الالوان المناسبه ليهم كويس، الحاجات اللي هي مناسبه ليهم مش في اللبس بس، ممكن يلبسوها في اكسسوارات كويس، ممكن يحطوها مثلا لون مانيكير او خاتم او وخاتم، ويفضل كمان يكون يعني لو في مقدار حد انه يجيب احجار كريمه، لان هي حلوه قوي 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 لشكرات الجسم، يعني بتغذي شكرات الجسم كويس جدا. كويس، ده بالنسبه للاحجار الكريمه. تاخد نفس الالوان، يعني تاخد الالوان اللي هي البنيات اللي بتكون في الاحجار الكريمه. الاساس بتاعها برضو تقدر تحطه بنفس اللون، بنفس درجات البنيات، الاصفرات، الاوفوايت، البيجات، الحاجات دي كلها. كويس تمام. طيب احنا كنا بنتكلم عنهم، بس هناخد صوت تليفوني. استاذه حنان اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش انا اسفه، بس كنت عايز اسال 3/1 سنه 88. 3/1 1988. تمام. ذكر ولا انثى؟ انا. انت؟ طيب تمام. ماشي استاذه حنان، شكرا جزيلا لاتصالك. 3/1/88 ها، نحسبها ازاي؟ 88 وزيد عليهم 5. 8+8 16 و5 21 1 و2 3. طيب ادي رقمها 3. عنصرها أيوه. الخشب. عنصرها الخشب. اللون الداعم بتاعها الاخضر. عنصرها الخشب. طب ما هو كان عندنا الخشب قبلها، كان البيج والاصفر. لا ما هو عنصر الخشب كان بالاصفر، وفي بالاخضر برضو بناء على الرقم اللي بيطلع. لا هو بس يمكن انا عندي غلطه هنا حصلت في الكتابه، فيمكن انا قلت غلط، لكن هي عنصر الخشب الدعم بتاعه اللون الاخضر. اللون الاخضر. اللون الاخضر يعني ممكن تاكله. يعني تاكله. ممكن تاكل يعني الفواكه، الحاجات اللي فيها خضرة. اي شيء اخضر قدامها. وممكن تحطه اكسسوارات برضو، ممكن تلبسه. كويس. ممكن تحطه زرع. ايه لون تاني غير الاخضر؟ عينيها دايما تشوفه. ايه لون تاني غير الاخضر؟ الدرجات الاخضر برضو، والاصفر برضو. والاصفر. كويس، لانه ترابي. ترابي فينفع معاه. ينفع معاه. طيب احنا كنا بنتكلم بقى عن الالوان، ولما خرجنا من قصه الالوان ما خرجناش من الريسبشن واحنا بنتكلم عن الاضاءه والالوان. طيب خلينا ناخد اتصال تاني. استاذه مروه. استاذه مروه اهلا بيك يا استاذه مروه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن 18/8/1988. 18/8/1988 لحضرتك، مظبوط كده؟ ايوه. طيب استاذنك بقى تخلينا معاك، تخليكي معانا عشان هنقول لك انت العنصر بتاعك ايه والالوان، وانت قول لنا رايك في الكلام اللي احنا هنقوله. 88 هنجمع 88. ايوه ماشي. يبقى 8+8 16. 6 1 7 6 1 7. زيد 5. زائد 5 يبقى يساوي 12. 2 1 3. طيب رقم 3 برضو عنصرها الخشب. عنصرها الخشب. الأستاذة مروة بتقول إن العنصر بتاعك الخشب، وأنت بتميلي إلى الألوان الأخضر. اللي يقوي عنصر الخشب هو الألوان الداعمة ليه الأحمر. بتقول الفوشيا إيه؟ والأحمر. هي الفوشيا والاحمر. بتقولي هي الالوان اللي بتحبها او بتميل ليها الفوشيا والاحمر. لا دول يعملوا معاها ايه؟ لا دي خليها عصبيه. طيب طب انت عصبيه شويه؟ هي شويه مش حلو يعني الالوان. ما فيش مشكله، مش شرط تبقى ماشيه على نفس الالوان. لكن الشيء اللي هو الداعم اللي داعم ليها. يعني انت الداعم ليكي يا استاذه مروه هي اللون الاخضر. اللون الاخضر. اللون الاخضر اكتر شيء يعني. بتاكل خضروات كتير. بتاكل خضروات كتير. حاجات فيها اخضر. حاجات فيها شيء اخضر. شاكر جدا لاتصالك يا استاذه مروه. اي استفسار تاني عندك؟ اسالها كده، في مشكله عندها. لكن ممكن اسال 21/10. استاذه مروه بتسالك بتقول لك انت عندك مشكله فين؟ في الصدر مثلا. عندك مشكله، بتقول لك عندك مشكله في الصدر او حاجه؟ لا لا. شكرا لاتصالك يا استاذه مروه. طيب خلينا احنا نكمل اللي كنا بنتكلم فيه. كنا بنتكلم عن الاضاءه والالوان. طيب ولسه ما خلصناش. انا سالتك بس هي في مشكله عندها في الصدر ولا لا، لان اللون ده لو مختفي مثلا من عندها، اللون الاخضر ده، يبقى في مشكله في شكره الصدر مثلا. ايوه. لان احنا عندنا 7 شكرات هنا. اولهم اللون البرتقالي، وبعدين الاصفر، وبعدين الاخضر، وبعدين الازرق اللي هو مسؤول عن الكلام. أيوة. والحضور ولا بقى في الكلام، اللون الازرق هنا. وبعدين اللون المسؤول على الازرق الغامق والبيربل، وشكره الدماغ او الراس اللي هي شكره التاج، اللون الابيض والبيربل برضو. كويس. طب خلينا نتصل تليفون نصوح. حسام اهلا بيك. اهلا وسهلا حضرتك، معاك حسام علام. اهلا بيك يا استاذ. 79 كام؟
1579 1579 تمام تمام يا استاذ حسام، شكرا جزيلا لاتصالك، هنجاوبك دلوقتي. حاجه ممكن اعرف مثلا برج بتاعي السور ايه بصفات او فيها؟ البرج برج الثور. طيب تمام حاضر بالنسبه ليا. تمام حاضر حاضر هنجاوبك دلوقتي يا استاذ حسام. عايز مواصفات برج الثور يعني؟ مواصفات برج الثور او الحاجات اللي بيتميز بيها ولا هو عايز في 2021 يشوف الثور ولا ايه بالظبط؟ استاذ حسام معانا؟ طيب هنقول ده وده. طيب احنا عايزين نعرف هو بيقول 1/5/1979 فكنا بنتكلم على ابراج يعني. ما هو الناس هتتفاجئ. كويس طيب. 79 هنعمل ايه؟ هو ذكر تمام ذكر حلو. 9 و7 9 و7 16 16 6 و1 7 تمام. هنخصم هننقص من 10 يعني 7 من 10 يطلع له 3 برضه نفس الكلام. عنصر الخشب واللون الداعم للاخضر واللون الداعم للاخضر يعني طيب. مثلا هو اسمه ايه؟ استاذ حسام. استاذ حسام فتح مكان ايوه لو حط اليافطه بتاعته باللون الاخضر تمشي معاه تمشي يعني اليافطه بتاعته مش شرط كلها خضراء أيوة يعني فيها جزء اخضر بس هندخل الاخضر مثلا نحط له لون ابيض الابيض بيمشي مع كل الارقام فاهمني فما فيش مشكله لو حط مثلا اللون بتاعه الداعم الاخضر في يافطه تمام. طب خلينا ناخد صوت تليفوني. ام علي اهلا بيك يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. ممكن اتعرف على البرج مواليد كام يا فندم؟ مواليد 35/5/78 35/5 كام؟ 78؟ تمام 22/11 بتاع بنتي 95 بنت كام؟ خمس كام؟ 22/11 95 طيب هو احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الرقم الطاقي فبنقول ايه الحاجات الالوان المناسبه بالنسبه لك والحاجات الكويسه ولكن هنحاول نخلي الاستاذه مروه تقول لنا على موضوع الابراج. عاوزه تعرفي ايه البرج بتاعك هيكون حظه ايه في 2021 ولا الصفات البرج بشكل عام؟ عايز اعرف صفات برج 21. طيب حاضر تمام ماشي يا ام علي بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. طيب احنا كنا بنتكلم على احنا قلبنا الحلقه لحلقه الفلك حولناها للفلك. انا عندي شويه معلومات عن الفلك. كويس طيب خلينا نتكلم عن 3/5/78 الاول احنا استاذ حسام ما جاوبناش عليه في البرج بتاعه وبرج الثور فبرج الثور اخباره ايه في 2021؟ هو برج الثور في 2021 دخل عنده كوكب المريخ انتقل من الحمل ودخل عنده في برج الثور فهيسبب له شويه عصبيه شويه يعني الثور كالعاده هادي ايوه لكن هو الفتره دي هتلاقيه مشدود وعصبي ومش هو الثور لان هو اصلا كوكب ناري كويس فلما يدخل على كوكب قصدي برج ترابي الترابي هادي فيخليه عصبي كويس تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه 2021 الثور ينتبه جدا 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 لسمعته السمعه اهم شيء عنده السمعه وان شاء الله الاحوال الماديه عنده كويسه يعني هتظبط معاه بس من بعد شهر 5 من بعد شهر 5 هتبتدي الدنيا تظبط مع الثور جدا باذن الله. كويس طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم اتفضل. 17/10/69 17/10 كام؟ 69. طب هو عايز 69 احنا قلبنا محتاج تعرف ايه يا استاذ الطاقة يعني الرقم الطاقي الرقم الطاقي والالوان المناسبه بالنسبه لك وايه الحاجات اللي ممكن تكون مفضله ليك او تساعدك. شكرا جزيلا لاتصالك هنجاوبك دلوقتي. طيب احنا عندنا كان ام علي عشان بس ما ننساش 3/5/78 وبنتها 22/11/1995 اللي هي عايزين الرقم الطاقي لا البرج بتاعها عايز تعرف البرج بتاعها ايه وايه الحاجات اللي ممكن 3/5/1978 3/5 يعني برج الثور نفس استاذ هي برضه هتبقى عصبيه ومشدوده شويه وبعد كده هتبدا علشان بس كوكب المريخ بس دخل عندها 3 شهور وبعدين هيمشي يعني مش هيقعد معاها على طول كويس وبعدين هتبدا الامور الدنيا هتظبط باذن الله كويس الله. ازاي بقى تتخلص من العصبيه دي ميه وملح بقى هو شوف احنا طول ما احنا بننظف البيت ومشغلين قران مثلا او حتى ميوزك على فكره وحاطط حتى ميوزك لها ذبذبات ايوه بتكسر اي حاجه وحشه على فكره نفس الكلام كويس ميوزك قران
نظافة البيت وشوية بخور نبخر بيهم البيت احنا كده على فكرة الدنيا زبطت معنا جدا. كويس. بنتها 22/11/95 22/11 ده برج القوس تقريبا. القوس تقريبا. القوس يقال وعلى دراستي البسيطة على أكثر الأبراج حظا 2021 القوس يعني بنتها تبقى محظوظة. بنتها لو مش متجوزة هتتجوز. ده لو مش 95 ممكن. طب ولو متجوزة هتعمل ايه؟ هتبقى حياتها حلوة ان شاء الله. تبقى حياتها كويسة. يا رب يسعد الناس كلهم. يا رب والله. يا استاذ محمد 17/10/69 وعايز يعرف الرقم الطاقي بتاعه وايه الحاجات المناسبة بالنسبة له كألوان وحاجات زي كده. ماشي. يبقى 69 احسب 69. ايوه. زائد كم؟ 9+6 9+6 15 5 1 6 5 1 6 ونقص من 10 من 10 يبقى يطلع 4 4 برضو عنصر ايه؟ عنصر الخشب برضو واللون الداعم للأخضر والأبيض برضو حلو والوفاق. كويس. طيب خلينا نخصص تليفون للحاج محمد. أهلا بيك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا حاج محمد. حضرتك بتقول تحط مية مية على الملح وتدخل في مش ممكن نحط بدل الملح خردل؟ نحط مكان الملح ايه؟ خردل. خردل 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 اللي هو ايه يعني نظافة البيت ولا للحموم؟ لنظافة البيت ولا للحموم ولا للطاقة اللي ممكن تكون مية ملح بدخل البيت حلو. تمام تمام يا طيب هنجاوب على حضرتك دلوقتي. شكرا جزيلا لاتصالك يا ابو محمد. هو بيتكلم ان هو الخردل يعني هيقوم بنفس فايدة او الملح او ملح البحر. هل عندنا معلومة عن فكرة الخردل ولا الملح اليود او الملح البحري هو الافضل؟ لا ما اعرفش اي شيء عن الخردل ابدا. لكن المعروف عنه طاقيا هي هو يعني شكله راجل فلاح وعارف. أيوه. يعني لو سأل والدته على الكلام اللي انا بدرسه اصلا دلوقتي او لو شفنا اجدادنا هنلاقيهم اصلا كانوا بيعملوا الكلام ده. كانوا بينظفوا البيت بمية وملح وكانت الزوجة كانت على طول. لما كانت فاضية يعني كانت بتستقبل الزوج. طيب خلينا نخصص تليفون استاذة رحمة. اهلا بيكي. الو. ايوه يا رحمة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. لو سمحت ممكن اعرف رقم الطاقي بتاع 12/5/2007 12/5/2007 ده ليكي صح كده؟ ايوه والالوان المناسبه لي. حاضر حاضر يا رحمه. حاضر شكرا جزيلا لاتصالك يا رحمه. تمام. طيب 2007 ما دام عندنا سنه 2000. ايوه. هنا بقى على حساب الابراج الصينيه ما دام هو كم؟ 2007 12/5/2007 12/5/2007 بعد سنة 2000 احنا بنرجع سنة. كويس. يعني اقول 2006 بنرجع سنة. بنرجع سنة. كويس. يعني هتبقى 2006 2006 نعمل ايه بقى؟ 6+0 6+5 6+5 11 1 1 2 2 عنصرها الارض واللون الاصفر والبيج والبني. الاصفر والبيج كريمي. والبني والكريمي. ايه كمان؟ والابيض يمشي معاها جدا. والابيض ايه كم؟ تمام كويس كده. طيب تمام. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. بعد اذنك انا رقمي تاريخ ميلادي 10/10/1987 10/10/1987. طيب محتاج تعرف الرقم الطاقي بتاعك والالوان المناسبه بالنسبه لك مظبوط كده؟ تمام. وعايز اعرف البرج بتاع العنصر بتاع اذا كان هوائي او ناري او مائي. لا هو 10/10 الميزان يعني هوائي. 10/10 الميزان. الاستاذه مره بتقول انه ده هوائي. تمام. تمام. الالوان بقى ممكن البسها في خاتم مثلا اللون ايه مثلا اللي بيديني الطاقه الايجابيه؟ طيب تمام حاضر هنجاوب حضرتك حالا دلوقتي. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمود. 10/10/1987 هو 87 هوائي 7/8 15 5 1 6 وبعدين هنقص 6 من 10 4 رقمه 4 هو خشبي تقريبا. خشبي. والالوان الاصفر والاورنج والاوف وايت برضو يمشي معاه جدا. الاصفر الاورنج والاوف وايت دي الوانها تكون مناسبه بالنسبه له. طيب في لو هيلبس مثلا خاتم هيلبس حاجه في ايده في احجار كريمه بيبقى لونها اصفر يعني خاتم زي كده بس يكون الدرجه اصفر. طيب أي. او اورنج او
خفيفي وحتى كاتم يعني مش لازم اصفر فاقع مثلا اصفر غامق ممكن عادي. اصفر غامق ممكن اللون الترابي برضو يمشي معايا الالوان الترابيه اللي هي زي ايه البني والاوفايت كويس يعني لو مثلا هيلبس خاتم او حاجه ممكن يبقى فيه بني شويه يمشي معاه بني جدا كويس طيب خلينا ناخد صوت التليفون استاذه علياء اهلا بيك يا استاذه علياء اهلا بحضرتك اتفضلي يا استاذه علياء كنت عايزه اعرف التوافق بين 4-4-1998 وايه كمان 1-10-95 تمام حاضر هنجاوب عليك يا استاذ علياء في استفسار تاني لا شكرا شكرا جزيلا لاتصالك طيب 4-4-98 احنا قلبناها على فكره ابراج خالص ابراج خالص الرقم الطاقي لخبط الناس طيب 4 4 ايه 4-4-98 لو خدنا الرقم الطاقي هي 4-4-98 عايز تعرف برجها ايه يعني لا عايز تعرف مدى التوافق ما بينها وما بين 1-10-95 هي 4-4 يعني برج الحمل كويس مبدئيا يعني. و1-10 الميزان مش عارف تقريبا الميزان 1-10 الميزان كويس الميزان والحمل متفقين جدا مع بعض ومبروك عليها لو ده عريس ليها بجد والله ليه لان الكوكب الحاكم للاتنين دول هو المريخ ايوه وده هوائي وهي ناري والهواء والنار بيدعموا بعض كويس فهنيئا لهم يعني الاتنين دول الدنيا تبقى جميله معاهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مش هنحسدهم لا بقى لا هو متوافق جدا معاها كويس طيب انا يعني وقت الحلقه هو تقريبا يعني بينتهي واحنا في حاجات كتيره ما اتكلمناش عنها والناس دخلت ما بين الرقم الطاقي وما بين البرج بتاعها والحمد لله اللي انا عندي خلفيه واتكلمنا شويه عن الابراج يعني. واتكلمنا شويه عن الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه وما الى ذلك ولكن خليني هاخد كام نقطه كده بتبقى موجوده دايما في البيوت احيانا لما بنخش الحمام احيانا بندخل فيه يبقى في ناس عندها الاوكل بتاعه الحمام ذهبي ملونه مش عارف ايه حاجات زي كده وبتبقى من باب الشياكه يعني فهل هي فعلا من باب الفخامه يعني وهي اصلا مش ذهب يعني لكن من باب الفخامه كشكل يعني أيوة. هل دي بيولها تاثير ايجابي او تاثير سلبي في البيت تاثير سلبي جدا ليه لان هي طاقه اللون لون ثراء لون الذهبي أيوة. لون الذهب حطه مع طاقه سريان ايوه طاقه سريان وحطت معاه ذهب مثلا يعني انا بمثلها لك كويس. انت كده بتقول لي الذهب امشي كويس مثلا يعني فطاقه السريان ما ينفعش تحط لها الوان لا الجولد ايوه في الحمامات بالنسبه للحنفيات او الدوش او اي حاجه ولا الالوان المائيه كويس. اللي هي الاسود يعني الفضي العادي لا الاسود والالوان الزرقاء بلاش ممنوع منعا باتا في الحمام حط في الحمام ممنوع كويس غلط جدا الحمام لازم يكون زيه زي نظافه البيت ويكون دايما مقفول ومغطيين الاعداد الحمام اللي داخل اوضه النوم يعني مشاكل زوجيه يا دكتور خالد ايوه يعني حمام في اوضه النوم مشاكل زوجيه لا تنتهي طيب في حمام في غرفه النوم غصب عننا هنقفله دايما وهننظفه دايما وهنغطيه جوه دايما ويا ريت نحط برده زرع كويس. عشان يمتص الطاقه السلبيه ما تخرج لنا كويس بما اننا دخلنا على اوضه النوم ودي اكتر الحاجات اللي الناس يا اما بيناموا مرتاحين يا اما بيناموا مش مرتاحين عندنا في اوضه النوم دولاب وسرير وكمود ومرايه ترتيبهم يبقى ازاي نتعامل معهم ازاي عشان نعرف ننام واحنا مرتاحين ومبسوطين حلو قوي الكوان نمبر او كل واحد اللي خد رقمه او حتى لو دخلت على جوجل وكتبت مثلا رقم الطاقي وحسبته هيديك حاجات كتيره نافعه ليك كويس سي مثلا انا الرقم الطاقي بتاعي 1 مائي الاتجاه بتاعي ايه اللي المفروض انام عليه أيوه. الجنوب الشرقي كويس واللي انا اقعد في اتجاهه ايه الجنوب الشرقي والالوان المائيه ايه الازرق مثلا والابيض كويس. وال تمام والاسود طيب لو انا هنام يبقى ظهري او راسي ورايا القبله ورايا القبله يعني كويس. ما اكونش حاطه رجلي في القبله يكون ظهري ورايا القبله ولو هقعد اقعد هو عموما لكل الارقام لكل الناس الاتجاه المناسب وافضل اتجاه لكل الناس الاتجاه الجنوبي الشرقي اتجاه القبله اقعد قدامه ده اسمه جهه الوفره والنجاح كويس يعني نختم بالوفره والنجاح وانا كنت اتمنى ان نكمل اكتر من كده ما ان شاء الله يكون لينا حلقات قادمه اخرى استاذه مروه كاملي الباحثه في علوم الطاقة انا بشكرك شكرا ليك دكتور خالد مشاهدينا الكرام في كل مكان حلقه النهارده انتهت اتكلمنا فيها عن الطاقه وازاي تحول الطاقه السلبيه اللي موجوده في المكان الى طاقه ايجابيه وتتمنى نتكلم عن امور
اكثر في موضوع الطاقه، وان انت ازاي تخلي بيتك اللي انت موجود فيه او مكتبك يكون يضيف لك احساس بالراحه والسعاده النفسيه، وازاي لو انت واخد محل جديد او بتشتري حاجه جديده ازاي تقدر ان انت بعينك تقدر تشوف هل المكان ده هيكون مناسب بالنسبه لك او لا، او طاقته ايجابيه او مريحه او لا. كلمنا النهارده عن اجزاء بسيطه وفتحنا موضوع مهم جدا اسمه طاقه المكان، واعتقد انه كل مكان في الدنيا ليه طاقه، عشان كده في بعض الاحيان بنروح اماكن بنرتاح فيها واماكن تانية لا نرتاح فيها، مع انه ممكن يكون المكان افخم بالنسبه للشكل. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات قادمه اخرى، والى ان التقي بكم مره اخرى. لكم من كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.